متوازنين في التمركز نتاعنا. هدف نادي بنزرتي جاء معناها ضد مجرى اللعب على كره ثانيه معناها اخذها الادفرسير، وقلنا قبل المباراه الملعبيه يعرفوا يستغلوا الاخطاء نتاع المنافس، يعرفوا يلعبوا في المساحات، لاعبين معناها سريعين اون ابي كاش معناها. لكن لو بلوز امبورتون بالنسبه لي انا شفنا وجه نتاع نادي الصفاقسي في الشوط الثاني، هنا دوميني براتيكمون الشوط الثاني كل، شفتوا رياكسيون كبيره تدل على قوه شخصيه نتاع الملعبيه، هنا ريكتيفي لو تير، اعطينا اكثر حريه لسكري باش يمشي لقدام، طلعنا لفوق باش نبريسيو الادفرسير نتاعنا، سيرتو هنا بلوكي لا سورس دو لابال اللي كان جلاسي وصديق الماجري اللي خرجوا في الكره من تالي، وعلى ذاك خلقنا مشاكل كبيره للمنافس، كنا واقفين مليح في الدوزيام بال، ربحنا لي دويال نتاعنا كل، الشوط الثاني بالنسبه لي انا على مستوى عالي، اونكور اون فوا برافو للملعبيه. الميريت كل خاطر يرجع لهم اليوم، هما ايزون ايتي ابليكي، كانوا رجال فوق الميدان وكانوا فريمون معناها تحس معناها. انا من الشوط الثاني كي دخلنا الفيستير قلت لهم راه باش نرجع في مباراه باش نربح، يل سوفي دو ريان دي تو معناها تمشي شويه الكره باش نرجع، راه لازمنا نصبروا، صبرنا وجات الفيكتوار. مبروك الناس الكل في صفاقس، ان شاء الله نكملوا في الانصيه هذه. بالنسبه للفريق وقت ما قاس الحل قال كره ثابته بعد خدمه كبيره، اول بونت وكره ثابته اليوم. اول هدف على كره ثابته ملي جينا ونحن نخدموا في كره ثابته خاطر كنا نعرفوا لي بوان فيبل نتاعنا، اليوم خدمنا الكره الثابته معناها براتيكمون اسبوع كامل نخدموا ملي جينا، اليوم ربي وفقنا سجلنا معناها كريم العواضي، وكريم اليوم كان معناها ديسيزيف الى ماركي التروازيام بوت، برافو معناها الناس كل خدمه معناها نتاع مجموعه الكل. عندنا فريق معناها محترم جدا، ان شاء الله نكملوا معناها نخدموا لارواحنا، ان شاء الله اللي جاي خير.